السلام على أبنائي الحكام العملاء بشار مالكي. أنا بشار، أنا مالك، أنا ولاية الفقيه لكل العملاء. أولا مالكي آلة طيعة بيدي وكلبي. ثانيا بشار نموذج فريد بالعمالة والإذلال، ومثل الأطفال ولكن ارتفاعه غير مناسب. نحن يعني أنا وأنا أيضا إننا جميعا نوابغ القرن الأخير. نحن لسنا نسخة عن الدول الأخرى، نحن نسخة عن إيران. نحن نحب الدماء بكل الأحوال. الدماء التي نزفت ليس مهم، إجماع شعبي ليس مهم، الحرية في سوريا ليس مهم كي ندمر وطننا. إنه حيوان. الآن دور مالكي. نعم، إحنا ما عندنا مشكلة هاي الدول الديمقراطية، كل شيء موجود، وفر فلوس اشتري غذائك متفجرة. بعد أسكتوا هذه الأصوات، أسكتوا هذه المظاهرات عن طريق الميليشيات، عن طريق العصابات. أحسنتم، لكن هذا ليس كافي. أيضا أكو عندنا مقابر جماعية، أكو عندنا طائفية، أكو عندنا خروقات الأمنية، كل هالخدمات تصاعدية. ما شاء الله. نحن ثلاثة عناصر استثنائية، أصحاب مكافآت بشكل يعني كبير.